إذن عودي معكم لمتابعة عالم الصباح وبعد بريك الساعة 11. طبعا مثل ما قلت لكم سؤالي على صفحة الفيسبوك للكرتونز المفضل عندكم، مين هو شخصيات كتير طبعا نحن بنتأثر فيها بالكرتونز، وانتو اللي بتقرروا أي شخصية ممكن تكون الأقرب لقلبكم. بنقرب بعد كومنتس صغيري. مارلين نمري، صباح خير جوزيف، أنا كل يوم ببدأ نهاري بعالم صباح من رام الله فلسطين، برنامج كتير حلو بفقراته ومقدمينه، وخصوصا أنت الطاقة الإيجابية بتشع منك وبتخلي نهارنا مميز. أنا بحب شخصية علاء الدين. تانكيو لك يا مارلين. زينب سيد أحمد، جوري أحلى جوزيف، أنا كنت أحب باتمان كرمال كان يحمي الكل من الشر ويحمي المدينة، وأنا بحب هالروح المرحة اللي بس نحضر عالم صباح تعطينا إياها وهالابتسامة والروح الحلوة. تانكيو يا زينب. ريتا تايجر، تشرق الشمس بخيوط من ذهب ويشرق الوجه بضحكة من القلب، يكفي أن نكون سعداء كل صباح فنزرع السعادة في قلوب الآخرين، صباحك مشرق مضيء بالأمل وطموح يفوق الخيال، صباحك سنابل قمح ذهبية مشرقة كلون شمس لبنان زهرة الجبل. Thank you يا ريتا، وما جاوبتنا ريتا على السؤال بس بعت لنا شعر. Thank you لك يا ريتا. بعد شوي نقرأ بعض الكومنتس لكل يلي بعته، لأنه في عندنا كتير 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 بس ما رح أخذ من وقت كندا. مع ضيفة طبعا رح دكتور نبيل نمر، عميد مشارك بكلية العلوم الزراعية والغذائية بجامعة الروح القدس الكاثوليك أرض ورد. صباح الخير كندا. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير جوزيف، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. اي بطل رسوم متحركه بتفضلي من انت وصغيره لهلا؟ زينه ونحول. زينه زينه ونحول اثنيناتهم مزبوط. اليوم جوزيف رح نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير يعني هلا عم ينحكى فيه كتير، احراش لبنان كلها بخطر، في كتير امراض عم تكون موجوده بها الاحراش، رح شوي نجرب نسلط الضوء على هالامراض هيدي يلي عم بتكون موجوده، ورح نجرب كمان انه نفرجي ونوضح شو هن الحلول يلي ممكن انه نتبعها. مثل ما قلت ضيفي هو الدكتور نبيل نمر. صباح الخير دكتور نمر. صباح النور. حضرتك عميد مشارك بكلية العلوم الزراعية والغذائية بجامعة الروح القدس الكاثوليك، ومثل ما قلنا اليوم بدنا نحكي عن هالموضوع يلي فعلا لازم انه نتناوله بجدية كبيرة، وإلا هالأحراش الموجودة بلبنان شوي شوي رح تبلش انها تختفي. تحديدا بدنا نحكي عن أشجار الصنوبر المثمر بالتحديد كمان، شو عم بيصير بالضبط؟ هلا بالصنوبر المثمر عنا مشكلتين أساسية، في عنا مشكلة هي قلة الإنتاجية ومشكلة اليابس يلي تفاقم كتير هالسنة. لما رح هيك رح نقسمهم لشغلتين، رح نبلش أول شيء بقلة الإنتاجية يلي هو يعني مصدر رزق لكتير عيال بلبنان، يعني نحن بنعرف يعني المتن كله مشهور بزراعة الصنوبر، وعنا كمان بكسين هي أكبر غابة صنوبر مثمر بالبحر المتوسط. مساحة الصنوبر بلبنان هي 12700 هكتار، يعني عم نحكي عن مساحة كتير كبيرة من الأشجار. نعم. وبهمنا أنه أكيد الناس اللي عندها صنوبر مثمر تستفيد. هل للأسف هالصنوبر المثمر ابتداء من سنة 2012 بلش المزارعين الصنوبر يحسوا أنه ما عندهم بقى هالإنتاجية اللي كانوا يعهدوها بالزمانات، يعني صارت تقل الإنتاجية، يعني وصلنا لمطارح الإنتاجية قلت 60-70% ببعض المناطق. يعني يمكن اللي عم بيصير كان عم بيشوفوا الكوز الصنوبر موجود بس يفرطوه فاضي. مزبوط. يلي هو وطلع نحن بلبنان ما قدرنا شفنا سبب هالكوز ليش عم بيكون فاضي الا لل 2014 بتشرين الثاني بالتحديد، وحددنا وجود حشره هي اللي معروفه حشره البق الدخيله، لانه منا موجوده عاده بلبنان، هي جايه من برا، اسمها ليبتوغلوسيس اوكسيدنتاليس. جيتنا من الغرب يعني؟ مزبوط. أوكي. اجت من الغرب، هي موطنها الاساسي امريكا، من امريكا انتقلت لاوروبا، نفس المشكله عنوها باوروبا خصوصا بالبرتغال مطرح ما فيه كمان اشجار وغابات صنوبر. نعم. من اوروبا انتقلت لتركيا، بتركيا اول ريبورت او اول مره بيشاهدوا كانوا هالحشره كانت بسنه 2009، وبسنه 2011 صارت موجوده بكل تركيا. نحن يعني اذا بنشوف كل هالاحداث ونشوف انه صاحبين الصنوبر بلبنان
او مزارعين الصنوبر بلشوا يحسوا بالخطر بال 2012، هالشيء طبيعي اذا بنلحق كيف كانت موجوده هالحشره بين اوروبا وتركيا وصلنا لهذا. كيف تنتقل؟ بتنتقل بالهواء يعني؟ هلا النقل هيدي المشكله، مشكله يعني ما نحطها على العولمه الحاليه، لانه صار في كثير انفتاح ان كان بالمرافق او المرافق الجويه او المرافق البحريه، بينتقلوا مثلا اغراض معينه، يمكن باليتات الخشب وهيدا هي بتتخبى فيهم هاي الباليتات، فبيوصلوا وما حدا بيعرف، وخصوصا انه يعني الحجر الصحي مساله كثير مهمه، يعني ما عم نحكي نحن عن لبنان، نحن بلبنان يمكن غير موجود، ما بنقدر نعرف شو عم نفوت لعنا يعني هيدا، بس بس هالشيء لازم يكون اساسي، لانه دول كثير يعني الاوروبيه ما قدروا عملوا شيء كمان بهالمشكله هيدا، بس هلا شددوا كثير الرقابه على هالقصص، يعني اللي بتيجي من برا لازم تكون سيرتيفايد او معقمه حتى يتاكدوا انه خاليه من كل انواع لا بيض ولا وجود حشرات، لانه هاي المشكله هي رئيسية لهالحشرة، انتقلت من وراء الانفتاح اللي صار من وراء التجارة يعني، ما كانت موجودة بهالمنطقة من العالم لا بأوروبا ولا بالشرق الأوسط، واجت عليهم وسببت هالمشكلة. برا بأمريكا موجودة على أنواع أشجار الصنوبر، هي بتعيش على 40 نوع من أشجار الصنوبر هالعائلة، وهونيك بس ما عندهم صنوبر مثمر بأمريكا، ما عندهم هالمشكلة اللي نحن واجهناها بلبنان، فمشان هيك المشكلة طلعت كثير كبيرة عنا، صارت بلبنان على قصة الصنوبر، لأن خفت الإنتاجية أكثر من 70% فيما في أمكنة، ومش بس هيك ما بعرف إذا لاحظتوا، بس بفترة 4 سنين غلي كيلو صنوبر بشكل غير طبيعي، يعني عم نحكي 5 مرات زاد الكيلو صنوبر، يعني صرنا لهلا عم يتباع ب 100,000 كيلو صنوبر، إذا بنتذكر ب 2011 2010 كان بحدود ال 20,000 أو 25,000 الماكسيموم الكيلو صنوبر، فهالشيء كله أثر يعني هي من وراء هالحشرة. هلا المشكله وين؟ انه المشكله كيف ما نتعاطى مع هالحشره، هاي الحشره دخيله يعني، بس حتى ما اتعك بس رح نشوف شو هي الحشره كمان لحتى يقدروا الناس اذا كان شافوها على الاكواز يعرفوا شو هي. انت عم بتشرح عنا كمان دكتور نمر، هيدي الحشره بالطور الاول يعني بعدها بالطور الصغير، يعني اول ما تفقس من البيضه بتروح تفتش على الكوز وين في كواز، وبمنقاره الاخضر عم نحكي هذا الكوز الاخضر مزبوط، وبمنقاره بتفوتوا بين ال هل بتشكل الكوز، بتفوته بتسحب اللب تبع البذره او تبع الحبه الموجوده جوا. منا عيني هون بنشوف كذا كمان يعني حشره بالاطوار متطوره اكثر، يعني منا بقى بالطور الاول الثاني او الثالث كمان موجوده على الكوز عم تاكل من هالكوز، هيدي كمان من ال هي الابر كمان، لان هي كثير بهمت ريحه الصنوبر اللي بتفرزوا منه، مشان هيك بتيجي بس على الصنوبر تكبر قديش؟ ايه هي هاي الحشره الناضجه هالقد بتصير. اوكي هيدي الحشره الناضجه بتيجي بس على الخضار مثل ما لاحظنا، بتيجي بس على الكوز الاخضر يعني بعده انواعه، يعني حتى الكوز الصغير هلا هون مفتوح هذا الكوز قسمين تنفت تنقلكم وين الضرر بصير، يعني بتفوت هي المنقار تبعها بتصير تسحب من الحب اللب تبعها، مشان هيك بصيروا يفضوا الحبوب تلقائيا، بس هي ما بتفوت على قلب الكوز، لا يعني هي كله بتاكله من فوق من المنقار تبعها هو تقريبا سنتي ونص، بتفوته بتصير تسحب من الحبوب. اوكي دكتور نمر، كيف واحد يعني شجره عاليه بتبقى كيف بده يعرف انه اشجاره مصابه بهيك مرض؟ ايه في شيء ببين؟ ببين هو اكثر شيء ببين لما تخف الانتاجيه عنده. اوكي يعني وكيف يبين اكثر من حب الاسود، لمن يطلع الحب الاسود، يعني كل المزارعين صنوبر بيعرفوها هيدي، تيعرفوا قد ايه عندهم حب اسود بحطوا الحبوب من بعد ما يستخرجوهم من كوز صنوبر بالماء، اللي بفوش يعني هذا حب فارغ. صحيح. اوكي بيسحبوا هالحب الفارغ، الحب الفارغ مش ممكن يكون فارغ الا لانه في شيء اكله من جوا، يعني مص الحبه من جوا، وتيتاكدوا اكثر فيهم يكسروا على الحبه، اذا لم يكسروها لقوا انه موجوده قشره الحبه بس مش موجوده الحبه البيضاء، يعني هذا دليل اكثر انه في شيء اكل هالحبه البيضاء او مصها هي وبالطور يلي عم تتطور فيه. اوكي اللي كان بدي اساله يعني ساعتها بيكون راح هيدا الموسم، هون عم نشوف المرض الثاني رح نخليهم لبعدين، بس تنحكي نرجع عن هالحشره بالذات حشره البق الدخيلي، بيكون راح هيدا الموسم وبعدين بده يلحق حاله للموسم يلي بعده، شو الاجراءات يلي ممكن واحد ياخذها؟ اجراءات هلا اكيد صار في سعي كثير كبير، انا هون عن جد يعني البلديات كثير سعوا بهالموضوع، وكل المزارعين تبع صنوبر بدهم يلاقوا حل، ما فيهم بقى
كملوا هيك. السنه الماضيه نحن عملنا بعمليه رش كانت على بمنطقه راس المتن وبمنطقه يعني المتن الاعلى، وكانت كثير من الناشعه. هي بنرش مره واحده بالوقت اللي بيكونوا مجموعين فيها كل اطوار الحشره مع الحشره الناضجه تبعهم. دواء هو دواء بيشتغل عن طريق الملامسه، المفروض بس ينرش بالهليكوبتر، لانه مثل ما بنعرف الحشره موجوده على الكويز، والكويز موجودين باعلى الشجره مش من تحت، يعني مش حدا بكره يقول بدي رش الشجره من تحت، ما بينفع، بده يكون الكفر جاي من فوق. وهالسنه ان الله راد كمان بين 10 و15 تموز رح يتم كمان معالجه الصنوبر بمنطقه الجزيره. هي بهالوقت بيكون مجتمعين يعني هلا هلا بيكون من هلا لاخر كل مراحل الحشره احسن وقت للرش. فاذا عم بيصير في اجراءات على نطاق وطني بهالخصوص، لانه المشكله هي مسؤوليتنا كلنا، يعني نحن بحسين بس كمان مسؤوليه الدوله ومسؤوليه البلديات وكل واحد عنده صنوبره. نعم. طيب هيدا الرش بضر العالم اذا لا طريق ملامس، يعني مثل البيفاف بترشوا بالبيت يعني تقريبا ما بيأثر على الحياه الحيوانيه ابدا. نعم. بدنا نحكي كمان دكتور نمر عن الحشره الثانيه اللي هي كمان خطره كثير هالمره على الشجره كلها سوا، يعني يمكن ما بعرف اذا اكثر خطوره ولا لا، يلي هي حفار الساق او حفار الجذور، يلي هي والخشبيات فجأة بتلاقي الشجره كلها يبسيت من كعبه لراسها مثل ما بنقول. عم نشوف هون كمان اجار من حرش بيروت، اول ما صارت المشكله كمان بحرش بيروت، يعني نحن اول سنه بنشهد هالقد شجر بموت بفتره قصيره بلبنان، هو كانت هالسنه. يمكن فينا نردها للعوامل هون المناخيه بحت، لانه الحشرات المسؤوله هي حشرات موجوده بلبنان بس ما استفحلت الا لانه مرق في سنين، خصوصا مثلا اذا نروح للسنه الماضيه وقف الشتاء ابتداء من شهر اذار وضلينا لتشرين تاجى الشتاء. عم نحكي السنه الماضيه مش هيدي، مش هالسنه، لا السنه كانت كثير منيحه، ان شاء الله تكمل هيك للسنه الجايه. هون بنشوف الضرر لهالحشرات، هي الحشرات هي بتاكل تحت القشره بتبلش تاكل من الخشب تبع الشجره. شو بصير؟ بصير هالشجره هالعصاره اللي بتنتقل ان كان من الابر او من الجذور لتغذي الشجره بتصير مثل موقفه، ما فيها تطلع وتنزل. وهون مجموعه اليرقات اللي بنشوفها تحت القشره، في عنا من حفار الساق لحفار الجذور يلي هول هن يلي هول بيسببوا موت حتمي للشجره، وبظرف كمان عم نحكي بظرف بين 6 أشهر وسنه بتكون ماتت الشجره كليا وما فينا نعمل شيء، يعني لانه الحشره قاعده بقلب الخشب عم تاكل مش عم نشوفها من برا. اوكي. هلا هول مشكله رئيسيه. هلا المشكله الاكبر كمان اللي شاهدناها بالصنوبر، خصوصا صنوبر المثمر هالسنه بلبنان، هي حشره توميكس يلي هي حشره موجوده ببحر الابيض المتوسط من زمان وجاي. نحن بال 2002 رصدنا وجودها بلبنان حتى، يعني موجوده، وهون بنلاحظ انه شجره مثلا بقلب بوكيه شجر بنلاقيها يبست فجاه. هل شجرة اللي عم تباس فجأة في يكون صنوبر مثمر أو صنوبر كمان بري، يعني البروتي أو الحلبي كمان عنده نفس الإصابة، بتموت الشجرة كمان بظرف سنة واحدة بتكون ماتت الشجرة. كمان إذا بنطلع بنلاقي هالحشرات اللي هي حجمها ما بيطلع أكثر من حجمة حبة الرز، يعني كتير صغيرة، بس المشكلة وين؟ أنه بكونوا بالألفات بقلب شجرة واحدة. نعم. بقلبها جوا؟ بقلب تحت دغري القشرة، يعني من قيم القشرة، إذا هون عم نحكي عن قشرة أنجأ هون يمكن 15 سنتيمتر، بنلاقي كذا يرقة تحتها ومع حشرات ناضجة كمان، بيعيشوا تحت القشرة دغري وبصيروا ياكلوا. هيدي الدودة اليرقة بتصير شجرة، بتصير حشرة. بتصير حشرة اللي هي البنية اللي بالنص. والاثنين هن بيأذوا الشجره، المرحلتين من حياه الشجره. وانا كثير هون لازم العالم، يعني هون كمان بنشوف هالحفر اللي بيعملوه بقلب تحت القشره بقلب الخشب يلي هن هول اليرقات واللي هن بيسببوا يباس الشجره. وامتى بكونوا هن عم ياكلوا؟ باي فتره؟ بين ايلول واخر الشتويه. مشان هيك احنا امتى بنبلش نلاحظ اليباس؟ من كانون الاول بنبلش نلاحظ اليابس لشباط اوقات اذار، بعدين بوقف اليابس. يعني اللي بده يباس بده يباس بهالفتره، لانه يعني هول عم ياكلوا بهالشجره. كثير مهم نعرف شو هي مراحل النمو للحشره لنقدر نعرف نعالج، بس قبل ما يسبقنا الوقت شو هو العلاج لهيك وكيف واحد بيقدر يشوف يعني ويعرف انه عنده؟ اهم شيء هلا بالوقت الحاضر كيف العالم بيعرف اذا عندهم اياها الحشره ولا لا؟ لازم يطلعوا على راس الشجر الصنوبر، اذا عم لاحظوا الطربون الجديد، مش الابر اللي تحت الطربون الجديد، الطربون الجديد الاخضر، اذا لقوه يابس او نايم مع عاكف او لقوه على الارض
لا أورطابين جديدة عم بتطير على الأرض، يعني عندهم هاي الحشرة التوميكوس بفترة بهالفترة بين حزيران وبين آخر نص آب. بعدها بيكتمل بتكتمل على الحشرة بتاكل وبتنزل ترجع تاكل تحت القشرة عن جديد. أوكي. وبيض تحت القشرة. طيب هل عرفوا إنه عندهم إياها كيف بيشيلوها؟ إيه هلا بالنسبة للمعالجة، المعالجة طبعا هي خشبيات، يعني المعالجة الرش كتير صعب، ما فيش واحد بده يرش شجرة صنوبر لأنه بقلب الشجرة. لأنه بقلب الشجرة في مصايد فيرومونية بنلقط فيها الحشرات الناضجة، ووزارة الزراعة كمان قامت بهالمجهود وجابت هالفيرومون. هلا بيبقى المصايد لازم نتساعد مع البلديات ومع كل واحد عنده أراضي شجر صنوبر مشان نوضع هالمصايد، ما نوضعها لازم بشهر آب، حتى هالحشرات اللي نزلت من الأكل تبع من فوق متصيدها دغري بالمصايد، مش تروح على الشجر على جزء الشجر وتاكل عليه. اوكي يعني بعد ما تكون خلصت الدوره تبعولها ترجع توقع بالمصيده بالشجر. ومثل ما قلت هيدا هو الوقت الافضل لحتى نعالج هالامراض كلها سوا. اكيد هلا في هنا نعالج بامور كيميائيه بس بقى تكون كثير محدده، يعني بس الجزع ما بنرش كل الشجره لانه رح يكون الضرر على الجزع بشكل خاص. اخر سؤال بدي اسالك، رح ننجي بشوي من هالغابات يعني انا متفائل كثير، اكيد ما بدناش نوصل للمراحل ما وصلوا فيها بكاليفورنيا او بكندا السنه الماضيه. بكاليفورنيا كل العالم بيعرف انه 131 مليون شجره، مش عم نحكي ما عندنا هالقد شجر نحن ما عندنا هالقد، بس بنيفادا مات بهبات مونيك 31 مليون من شجره بسنه واحده، لان المرأة عندهم اربع سنين جفاف. كم شجره عندنا بالجنوب؟ هلا بالنسبه للصنوبر المثمر عندنا 12700 هكتار، بتضربهم تقريبا ب 600 شجره بيطلع لك تقريبا كم شجره صنوبر مثمر عندنا. اوكي على امل انه هالخطط يلي انوضعت من قبل الباحثين ووزارة الزراعة وبالتعاون مع البلديات كمان تقدر انه توصل لنتيجة، لانه مثل ما قلنا هذه ثروة بالنسبة لنا، ثروة غالية علينا كمان. بدي اتشكرك كثير دكتور نمر على حضورك وعلى كل هالجهود يلي عم تقوم فيها بمعالجة هالافات يلي عم تضرب احراج الصنوبر. ما فينا نقشرها للشجرة ونشيلهم ونرشهم؟ اذا ماتت الشجرة اذا لقينا اللي فيها بس بلا لازم نقيم القشرة، هي من الحلول كمان نحن المقترحين. اذا ما بيتعذر علينا مثلا مطرح نقيم الشجرة من مطرح ما قصيناها، المهم نقيم لها القشرة، لان لما نقيم القشرة بيموتوا الحشرات. اوكي ثانك يو لك دكتور نمر. ميرسي دكتور نمر. بريك ونرجع خليكم معنا. شاف مش معقول شو خفيف الظل اليوم، مش حاسس بوجودك حتى ما عم بتحرتق لا بملعقة ولا بطنجرة ولا بصينية، يعني مش حاسس فيه، دايما نعمل كبة بالصينية عند الشيف ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين من جديد، أنا رح بلش بدقة الكبة. دقة الكبة في عندي بصل رح نحطهم بالخلاط الكهربائي. عنا على النار عدس، لحتى بلشنا بشوربة العدس باخر فقرة رح نطحن العدسات ونضيف لقلن الرز. لكن تحويشة الكبة او دقة الكبة المقادير قدامنا على الشاشة. عندي بصل، عندي برش حامض، اوكي لكن عنا بصل، عنا برش حامض كمان مش غلط اذا حطينا بعض بصلي، عندي من مردكوش وايضا عندي حبق، فين نحط مردكوش وفين نحط حبق، وبدي احط دقه الكبه. دقه الكبه اللي هي بتجي جاهزه طبعا نحن مشتريها جاهزه، اللي هي نوع من انواع البهارات. اوكي هيدي بصله، بجيب دقه كبه، بجيب ملح، بحط كمان مشاهدينا نعنع يابس مثل ما خبرتكم، بدي احط حبق، بنحط نعنع يابس وايضا فينا نحط نعنع اخضر، بنحط حبق. الحبقات عم بقطفهم دغري من قدامي طازه، وايضا بدي اطحنهم. عندي برغل اسمر ناعم وعندي لحمة، لكن عنا لحمة وعندي برغل أسمر ناعم. تحويجة الكبة عم تنطحن، فيني حط معها شوي من البرغل، لكن مشاهدينا
بحط معها قليل من البرغل وكمان نطحنها. صار عندي هالتحويجة الطيبة، هالتحويجة الشهية. اوكي بيجي لهون للكبة، رح حضر انا الكبة، رح حضر صينية الكبة. مشاهدينا رح ادهن صينية الكبة بزيت الزيتون لتعطيها نكهة طيبة. بحط البرغل المنقوع فوق الكبة، بنحط رشة ملح، بجيب من تحويجة الكبة، بحط تحويجة كبة كمان، وأيضا بجيب البرغلات، بضيف كمان البرغلات للكبة، وأيضا بدعكن مع بعض لحتى أحصل على عجينة كبة متماسكة شهية، وأيضا ريحة، ريحة البصل، ريحة الكمون، دقة الكبة أو التحويجة، وريحة الحبق، وأيضا كل هالمكونات اللي حطيناها. لكن مشاهدينا بآخر فقرة رح كفي هالوصفة أنا وياكم. أما هلأ بالعودة لألك جوزيف، شبك متفاجئ كيف موسم الحبق عندك دخلك والمردكوش وال... أكليل الجبل، حبق، مردكوش. اسمع عملت لنا جنين، ليك ازرع لنا شوي بهالستوديو، كنا قلنا لك تنبسط فيك كندا. نحن وياكم رح نرجع للشيف بعد شوي، هلا رح نوقف بريك قصير جدا، وبعدها كارمن بتلاقيكم مع زودياك، حضروا حالكم.